السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على أدنس قوية بتعمل لي الشدات أو بتعمل لي الفورم وورك اللي هو الشغل التمبوراري المؤقت في الموقع. خلينا نبدأ نتعرف على الأداة. الأداة أهيت اسمها وودن فورم ووركس. هقول له مثلا أنا عايز أحمل الفاميلي اللي أنا هستخدمها، تبدأ تحمل الفاميلي وتقول له أوكي، وبعد كده تقول له مثلا انسيرت لات وتبدأ تحطها مثلا هنا، وبالمسطرة ممكن تلفها وممكن تعمل سيلكت وتبدأ تغير المقاسات زي ما انت عايز. تمام، ممكن تدخل هنا في الايديت تايب وتعدلها. تمام، يعني 300 مثلا خليها 600، وهنا دي خليها 1400. تغير الماتيريال، تغير الدايمنشن بتاعتها وهكذا. تمام، وبعد كده تقول له انا عايز احمل بقى الفرونت بانل اهيت. طيب هي بقى بتحدد بقى ان هي مثلا تبقى في الدور التاني بالشكل دوت، وممكن طبعا بالمسطرة تلفها تخليها بالشكل دوت وهكذا. طيب الجانبي السايد بانل اهوت، حسب بقى ايه المكان اللي انت عايز تقدر تعمل لها موف زي ما انت عايز، تقدر تغير المقاسات كلها زي ما انت عايز. تقول له انسيرت وتقدر تشوف انت عايز تحطها في اي مكان بالشكل دوت وهكذا. كل الحاجات اللي انت هتعملها بصفة مؤقتة تقدر تختارها من هنا وتقدر تحطها زي ما انت عايز.